ساكنة ولاية أضرار بهذه الإنجازات 240 سرير ومركز للسرطان ومركز خاص بالأمراض العقلية ومعهد وطني عالي للقابلات وأكثر من 17 عيادة متعددة الخدمات وأكثر من مستشفيين أو ثلاث فيما يخص النواحي الولاية كزاوية كنتا مثلا وغيرها من إنجازات خاصة هذا الإنجاز الكبير ل 240 سرير. وأكثر من هذا لاحظتم أن بفضل أوامر السيد رئيس الجمهورية التي في البند 45 أكد أكثر من مرة الرعاية للمواطن، لذلك لم تلاحظون أن هذه الاستثمارات تقريبا كل جنوب الكبير وكل ولايات الشمال استفادت من سنة 2020 إلى يومنا بمنشآت جديدة بالبند 45 الذي يراعي ضرورة خدمة المواطن.